طبعا بحب اتوجه الاول بالشكر كده للدكتور مينا وشركه يوتوبيا على وجودهم معانا النهارده وتسجيلهم للمحاضره عشان نبقى نرفعها. هنتكلم النهارده على السيبسيز ابديت اند ديبيت. في الحقيقه المحاضره دي انا جهزتها من 2018، يعني بقى لها 5 سنين، وهي موجوده على اليوتيوب مرفوعه. اتغير فيها حاجات واتضاف عليها حاجات واتحط فيها جايد لاينز جديده يهمني ان انتوا تبقوا عارفينها، وان شاء الله باذن الله هنمر عليها سريعا كده ونعرف ايه مدى اهميه الموضوع ده بالنسبه لنا، السيبسيز ايه قيمته والمفروض ان احنا نعرف عنه ايه، وهنتكلم مع بعض بالتفصيل. هل السيبسيز حاجه سهله ان احنا نعرفها؟ الاجابه لا. هنا بيقول لك trying to understand sepsis is like ايه؟ like trying to smell the color number 9. يعني شوف واحد بيقول لك كده تقدر تشم لون رقم 9، حاجه صعبه. يعني عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان السيبسيز مش حاجه سهله ان انت تشخصها كويس. شوف بقى الهيستوري بتاع السيبسيز دوت عشان يطلعوا كونسنسس عليه مروا بكم مرحله. هو شركه مين؟ على شركه يوتوبيا عامله الموكسفلوكساسين موكسافيديكس. ماشي. طيب بداوا بايه؟ بداوا بالسرفايفنج سيبسيز كامبين دي في 2002، وبعدين 2004 سيبسيز جايد لاينز، وبعدين 2008 جايد لاينز جديده، و2012 جايد لاينز ثالثه، و2016 جايد لاين جديده، وبعد كده في 2020 كوفيد جايد لاين وبيدياتريك سيبسيز جايد لاين، وبعد كده 2021 ادلت سيبسيز جايد لاين، وهي دي اللي غالبا هنتكلم عليها، وده الفرق ما بين 2016 و2021، وهنتفق عليه ايه اللي ضافوه وايه اللي شالوه وايه اللي اتحط وايه اللي اتشال. برضو استعنت في المحاضره ديت بالايفالويشن اند مانجمنت اوف سسبكتد سيبسيز اند سيبتك شوك، ودي بتاع الايه الابديت، وده كان 2023. سيبسيز از كلينيكال سندروم كاركترايزد باي سيستميك انفلاميشن ديو تو انفيكشن. حلو، بس ده مش ده الديفينيشن اللي انا عايزه يعني، لكن هو عايز يقول ان احنا في عندنا سيبسيز وسيبتك شوك، وفي عندي وايد رينج ديبندنج على البوبوليشن اللي هيجي فيها هذا الكلام، والمورتاليتي من 10 ل 40%، 10 في السيبسيز و40% في الايه؟ في السيبتك شوك يا افنان. دي البيبر بقى اللي هي فيها الجايد لاينز بتاعت السرفايفنج سيبسيس كامبين اللي هي اتعملت في 2021 بتاعت الادلت مانجمنت بتاع السيبسيز والسيبتك شوك. كويس قوي، يبقى دي هتبقى محور الكلام بتاعنا النهارده. قبليها على طول بتاعه 2016 اللي هم نزلوا بديفينيشن جديد اللي هو اسمه سيبسيس 3 سيرد انترناشونال كونسنسس ديفينيشن فور سيبسيس اند سيبتيك شوك، زي ما اتفقنا كده من 2016 ل 2021. وكان فيها اهم حاجه اللي هي ايه؟ الديفينيشن بتاع السيبسيس، وهنحكيه مع بعض ونشوف التغيرات والحروب اللي دارت ما بينهم. لكن ايه هي اهميه السيبسيس بالنسبه لي انا كراجل بتاع تشيست؟ انا مالي بالسيبسيس؟ السيبسيس ممكن يبتدي بنيمونيا، وممكن يبتدي مع بتوع العظم باوستيومايلايتس، ممكن يبتدي مع بتاع الجي اي تي بالاسندنج كولانجايتس، وممكن يبتدي مع بتوع النفرولوجي بالبايولونفرايتس. اذا السيبسيز ممكن يكون ليه اسباب كتيره من ضمنهم الصدر. في عندي وفاه كل دقيقتين، يعني احنا بنتكلم كده في 2 ماتوا في دقيقتين دول. وكمان بيقول لي كل ما تسسبكت سيبسيز هتسيف لايفز، شبه البالمونري امبوليزم، ان انت لازم تسسبكت عشان تقدر تدايجنوز. هنا بنقول ان السيبسيز هي ذا ان ريكوجنايزد كيلر، يعني ده القاتل الخفي اللي بيموت العيان في الاي سي يو وبياخده مننا دون ان يكون عندنا ادنى ادراك ان هو ده اللي ضيعه. ولو انتوا تفتكروا لما كنا بناخد الاي ار دي اس كنا بنقول في دايركت كوز وان دايركت كوز، وكان الان دايركت كوز اهمهم على وجه الاطلاق السيبسيز والتروما. ادي السيبسيز اهوت مشرف بجلاله قدره. السيبسيز يا جماعه مر علينا على مدار الزمان من 400 سنه قبل الميلاد، كانوا بيسموه بيوتريفاكشن او التعفن. 1870 كانوا بيسموه تسمم الدم او سيستميك انفكشن وبلاد بويزنينج. 1992 بداوا يخشوا بترم اسمه سيرس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم، وده مهم جدا ان احنا نبقى عارفينه وهنحكيه مع بعض. وبعد كده في 2003 قالوا ان السندروم ده عباره عن انفكشن كومبليكيتد باي اورجان فيلير ديسفانكشن، يعني اي سيبسيز هيخلي الاورجان يبوظ
هيبقى ده اسمه سيبسس. كويس. ف 2016 بقى قال لك في ديفينيشن اللي مش هيقوله بنقطع رقبته. لايف ثريتنينج اورجان ديسفانكشن كوزد باي ديس ريجوليتد هوست ريسبونس تو انفيكشن. طبعا يعني اللي هو عايز يسهل حاجه فطينها اكتر. هي ببساطه بيقول لك هو عدوى هتحصل في الجسم هتخلي الاورجان تبيهيف بصوره مش مظبوطه. ديس ريجوليتد هوست ريسبونس تو انفيكشن، يعني الكدني هتبطل تعمل يورين، البرين هيبقى فيه اولتر ديمنتال ستيتس، الهارت هيبقى فيه هايبوتنشن، اللنج هيبقى فيها هايبوكسيميا، البليتلت هتزيد، البلوروبين هيزيد. كل ده بسبب ايه؟ بسبب السيبسيز. عمل ايه؟ عمل لايف ثريتنينج اورجان ديسفانكشن. مفيش حد بقى شغال بالصوره المطلوبه منه. يبقى لو قلت لك يعني ايه سيبسيز ك فاينل ديفينيشن، لايف ثريتنينج اورجان ديسفانكشن كوزد باي ديس ريجوليتد هوست ريسبونس تو انفيكشن. حلو. الانسنس عالي، عالي عالي وبصوره مخيفه كمان في الادلت في امريكا، بيقول لك 571 الف في السنه. حلو. والسيبتك شوك من 20 ل 60% بتعمل مورتاليتي، ده رقم كبير جدا. في الافرج 40%، وفي البيدياتريك 40 الف في امريكا برضو. والسيبتك شوك بتعمل مورتاليتي اراوند كام؟ من 13 ل 34%. كويس جدا. ايه بقى المشكله؟ المشكله انت في عندك سيبسيس. كويس. ماله السيبسيس يعني مزعلك في ايه؟ هحكي لك بقى حته لازم تبقى فاهمك كويس قوي. ما هي علاقه السيبسيس بالاورجان ديسفانكشن؟ ايه اللي بيخلي الاورجان يبيهيف غلط كده؟ مش عارف يؤدي وظيفته ليه؟ تلميذ خيبان مش عارف يذاكر ليه؟ خلاص؟ قال لك والله لما بيحصل سيبسيس بيحصل حاجه اسمها اندوثيليال انجري. كويس. الاندوثيليال انجري ده هيزود الانفلاماتوري ماركرز هنحكيها مع بعض، هيزود الكواجيليشن هنحكيه مع بعض، هينقص الفايبرينولايسيس هنحكيه مع بعض، ما مؤداه يعمل اورجان ديسفانكشن وفي النهايه يموت العيان. ديس ريجوليتد هوست ريسبونس. يبقى ايه اللي بيحصل؟ تقول لي والله اللي بيحصل ببساطه ان انا في عندي مايكرو اورجانيزم ات ذا سايت اوف انفيكشن موستلي لانج، نيمونيا مثلا، كونتيوجن، جاستريك اسبيريشن هتعمل لي نيمونيا، او عندي في الابدومن كولونجايتس، سيبتيك بروتونايتس، او بايولونيفرايتس. دول كلهم هيجيبوا المايكرو اورجانيزم. المايكرو اورجانيزم في الانفكشن ده هيبتدي يسرح فين؟ في الدم، يعمل بلاد ستريم انفكشن ويجرو لوكالي ويندوس فاكتورز اللي هي تستيميليت الريليس اوف اندوجينس ميدياتورز اوف سيستميك انفلاميشن اللي هنحكيها مع بعض دلوقتي. الميدياتورز ديت بقى لما تطلع هتعمل اكستنسيف فازو دايلاتيشن، فتبقى مسؤوله عن انها تبوظ الفاسكوليتشر، فتعمل هايبوتنشن، تعمل سيستميك هايبو بيرفيوجن. الكدني بتعتمد على بريشر عشان تفلتر يورين، يبقى الكدني هيحصل فيها اوليجوريا وبروجريسيف فيلير اوف مالتيبل اورجانز. لكن مفتاح السر في ان انا بعمل ايه؟ الفاسكوليتشر باز. كويس. تقول لي وايه اللي بوظ الفاسكوليتشر؟ اقول لك اهو، الهايبوتنشن ديو تو بريفرال فازو دايلاتيشن اند ريديستريبيوشن اوف انترافاسكولار فلويد. الفازو دايلاتيشن ده هيجي من الفازو اكتيف ميدياتورز اللي بتطلع من الفاسكولار اندوثيليال سيلز اللي حصل فيها انجري بالمايكرو اورجانيزم، فيطلع لك النيتريك اوكسايد ويطلع لك البروستاسايكلين. دول كلهم اسمهم ايه؟ سايتوكاينز. السايتوكاينز دي هتديسترب الاندوثيليال سيل جانكشن فتزود لك الكابيلاري بيرميابيليتي، ده شبه الاي ار دي اس نون كارديوجينيك بالمونري ايديم، وفلويد شيفت تو اكسترا فاسكولار سبيس، فيبتدي الضغط يقع وتبتدي الاورجان يحصل فيها فيلير. ودي المصيبه الكبرى اللي بتزود المورتاليتي، انه كله بيقع في وقت واحد. يبقى في هايبو بيرفيوجن واورجان ديسفانكشن والكاردياك اوتبوت يقع، وممكن يبقى بريزيرفد، ممكن يبقى يزيد على حسب الهيمودينامكس هتتظبط ولا لا، والكاردياك بيرفورمانس اخباره ايه. لكن نحط في الحسبان ان السيبسيس بيدبريس المايوكارديوم. السيبسيس والاسيدوزيس الاثنين دول بيعملوا ديبريشن للمايوكارديوم، فيعمل لك ريفراكتوري ديستريبيوتيف اند كارديوجينيك شوك، ويبقى احنا هنا بقينا كومباين سيبتيك شوك وكارديوجينيك شوك. حلو. يبقى الباثوجينيسيس يهمني تبقى فاهم يعني ايه سيبسيس، انفلاماتوري سايتوكاينز وفازو دايلاتيشن. يقول لك الارتريول والفينيول والكابيلاري كلهم بيتنيلوا. الفينيول هيحصل فيه ليوكوسايت بلاجنج،
والكابيلر يحصل فيها ثرومبوس وانترستيشال اديما، والارتريول هيبقى فيه انتراكتابل فازو دايلاتيشن. كل دول هيؤدوا الى سيستميك هايبوبرفيوجن وهايبوتنشن واورجان فيلير. والسبب فيهم ايه؟ السيتوكاينز اللي طلعت، النيتريك اوكسيد، بروستاسايكلين، والانفلاماتوري كاسكيد اللي عمل اندوثيليال انجري. يبقى انا كده ابتديت اوريك علاقه النمونيا بالسبسس كويس. كمان يقول لك الاوكشن ديليفري هيحصل فيه ريدكشن، صح؟ ليه؟ لان انت البلاط كله بقى استجنيش، حلو، فولود باي انكريز ان سيستميك اوكشن اكستراكشن ريشيو، صح؟ الاورجانز عايزه كتير، عايزه تشتغل، عايزه تنتج، وديكريز ان ميكس السنتر اوف فينوس اوكشن ساتوريشن هيبقى اقل من 70%. وبعد كده يبتدي يحصل الانايروبيك جلايكوليسيس، ويبتدي يحصل لك اللاكتيت برودكشن اكتر من 2 ملي مول بير ديسيليتر. ده معناه ان انا في عندي اسيدوزس، يبقى في عندي سيبتيك شوك. كويس. فاينالي امبيرمنت في سيستميك اوكشن يوتيلايزيشن، الاورجانز بدات تموت، البيشنت هيبقى في عنده انكريس في الميكسد فينوس اوكشن ساتوريشن، مفيش حد بياخد اكسجين، اللاكتيت هيزيد، السيستميك اورجان كونسامشن هيقل، ويبتدي العيان يفيل والدنيا تقع. اللي ما فهمش هذا الكلام نحط له السلايد الاهبل البسيط ده اهو. عندك سورس اوف انفكشن في اللنج، يبقى في عندك اورجانيزم بيملتيبلاي، هيروح للدم، البكتيريا هتتكاثر، هتعمل اندوثيليال انجري، هتطلع لي سايتوكاينز، هتوقع لي الضغط، وتعمل لي اند اورجان هايبوبرفيوجن. اند اورجان هايبوبرفيوجن على مستوى الهارت يبقى هايبوتنشن، على مستوى الكيدني يبقى اوليجوريا، على مستوى الليفر يبقى بيلروبين عالي، على مستوى اللنج يبقى ريفراكتوري هايبوكسيميا، على مستوى البرين يبقى اولترد منتال ستيتس او كوما. ماشي. يبقى دي القصه ببساطه، اورجانيزم ماشي في الدم، طلع سايتوكاينز، بوظ الكابيلاري، وقع الضغط، عمل هايبوبرفيوجن. سهله كويسة. نيجي بقى نعرف يعني ايه سيبسيز. يقول لك سيبسيز سيريوس هيلث ايكونوميك ايشو، يعني معظم العيانين اللي بيترموا في الرعايات ويطولوا ويموتوا بيبقى سببهم السيبسيز. مور ذان بيشنت داينج ديو تو سيبسيز ريليتد كومبليكيشن، اكتر من البريست والكولوريكتال كانسر توجذر. في الاحصاء يعني العيانين اللي عندهم بريست كانسر والكولوريكتال كانسر اللي بيجي لهم سيبسيز ويموتوا اكتر من دول. كويس. Sepsis is the single most expensive reason for hospitalization. كويس. The key to achieve reduction in mortality هي the early recognition of sepsis. ان انت تتعرف على السيبسيز مبكرا، يبقى انت هتقدر تعمل عيان وما يقعش منه. كويس. Tale as old as time. يعني tale يعني قصة. القصة قديمة من زمان. يقول لك سيبسيز is derived from Greek word سيبو. سيبو يعني ايه؟ يعني ايروت، انا اتعفن. خلاص؟ يبقى عرفنا كلمة سيبسيز جاية منين؟ من سيبو، Greek word. Believe to be biological decay، ده تحلل بيولوجي، ده كانوا زمان بيفتكروا كده يعني. That occurred in colon and released the dangerous principle اللي بيسموها auto intoxication. تمام. Inflammation is not itself considered to be a disease but a salutary operation، حاجة نافعة يعني للجسم، لكن لو زادت عن حدها هيسموها ايه؟ mischief، يعني هتبقى ضارة، يعني مش هتبقى مفيدة خالص. ماشي. ده كلام هيستوريكال ما يهمنيش كتير، لكن يهمني تعرف التسمية بتاعته جاية منين. نيكولا ماكيافيلي ده اللي هو الفيلسوف المشهور بيقول ايه؟ بيقول hectic fever in its beginning، الحرارة في بدايتها، is difficult to recognize but easy to cure، لو لحقت العين بدري هتعالجه. In course of time، بمرور الوقت، it becomes easy to recognize but difficult to cure، يبقى الشطارة ان انت تلحق العيان وتشخصه من بدري. 5 centuries later، 5 قرون بعد هذا الكلام الحلو، his insightful observation remain largely true for patient with sepsis، لا يزال هذا المفهوم صحيح، ان انت تقدر تديتكت صعب وتعالج بيبقى سهل، later on الديتكشن بيبقى سهل جدا والعلاج بيبقى صعب جدا والمورتاليتي بتبقى عاليه جدا. ماشي. نيجي بقى للمشاكل بتاعه السبسيس.
احنا لازم نعرف ان في حرب ما بين اتنين، الناس اللي عملوا السيرس والناس اللي عملوا الكيو سوفا، وهنحكيها مع بعض سريعا. وعايزك تفهم انت في النهاية، لان لا تزال هذه الحرب قائمة وكل واحد معترض على التاني مش عارف على ايه بالظبط، لكن مش مشكلة. هو عايز يقول ايه؟ في عندي سورس اوف انفكشن، صح؟ الانفكشن ده في وجود اربع حاجات اسمهم سيرس، هنحكيهم مع بعض. هيبقى مسؤول عن حدوث السيبسيز، وممكن يبقى في عندي حاجة اسمها سيفير سيبسيز ودي اتلغت، وممكن يعملوا لي سيبتك شوك ودي لسه لا تزال قائمة. طيب يبقى في عندي انفكشن هيعمل سيبسيز ويؤدي الى سيبتك شوك. السيبسيز بتمثل 10% من المورتاليتي، والسيبتك شوك بتمثل 40% من المورتاليتي. الكلام ده كان لحد 2016 فاليد، لحد اما الجامعه طلعت علينا وقالت ايه؟ لا انا مش موافقه على حته ان السيبسيز هيبتدي بالسيرس، سيرس سيستميك انفلامت ريسبونس اوف انفكشن، والكلام ده مردود يعني، لا لسه لا يزالوا بيعملوا بيها. فلازم تبقى عارفها حضرتك اللي اسمها ايه بقى. حراره اكتر من 36، اقل من 36 او اكتر من 38، والهارت ريت اكتر من 90، والريسبونس ريت اكتر من 20، والكربون دايوكسيد اكتر من 32، والوايت بي سيز اكتر من 12 او اقل من 4، او في اماتور باند اكتر من 10%. دول اسمهم ايه؟ اربعه كرايتيريا، اربعه كرايتيريا فور سيرس. يبقى السيرس لو فيه كرايتيريا ومعايا السورس اوف انفكشن هقدر اشخص ان ده سيبسيس. ده الكلام القديم اللي احنا قلنا عليه بيسموها ايه؟ وي هات او وات. الوايت بي سيز والهارت ريت والاير انتري والتمبريتش، مش مشكله، المهم سموها ايه؟ سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم. وقالوا لو في اتنين بلس اوف سورس اوف انفكشن هشخص ان دي سيبسيس. حلو؟ كويس. قال لك لا الكلام ده مش مظبوط. اشمعنى؟ قال لك والله هي جيرل ار يو ا بالمونري امبوليزم. هو ده بالمونري امبوليزم؟ بالمونري امبوليزم بيبقى فيه تاكي كارديا، وبيبقى فيه هايبوتنشن، وبيبقى فيه مش عارف الوايت بي سيز بتبقى ممكن قليله او عاليه، وممكن يبقى فيه كل الكرايتيريا بتاعت السيبسيس دي، وهو مش سيبسيس. قال لك ده مش بس كده، ده الانافيلاكسيس والتروما والبرن والبنكرياتايتس والتوكسيك ثايرويد توكسيكوزيس والبالمونري امبوليزم والهارت فيلر كلهم شبه الحكايه دي. يبقى السيرس دي لا انا معترض عليها. وقال لك هنا لو في اتنين من السيرس والسورس اوف انفكشن موجود بيقولوا ديت سيبسيس، الكلام ده القديم. وبعدين سيفير سيبسيس يقول لك ايه؟ يعني في سيبسيس ومعايا اورجان ديسفانكشن، يبقى ده اسمه سيفير سيبس. الكلام بتاع الجامعه قالت لك لا انا لا اعترف بالسيرس ولا اعترف بالسيفير سيبس، الاثنين دول هشيلهم خالص من القضيه. يبقى انا في عندي سيبسيس وسيبتك شوك. وهنقول قالوا الكلام ده بناء على ايه؟ اهو هنا بيقول لك اهو ادي السيبتك شوك، كل ما كان عدد الاورجنز اللي بيحصل فيها فيلير زياده كل ما كانت المورتاليتي تبقى زياده. يبقى ده اسمه سيفير سيبسيز وزايبوتنشن ان ريسبونسيف تو فلويد ريسستيشن، يسموها سيفير سيبسيز، وبعد كده لما يبقى معاها مور ذان اورجن يسموها سيبتك شوك. كويس. جت بقى الجامعه في 2016 قالت لازم نحط حد لهذا التهريج. ايه هو الحد ده؟ قال لك والله احنا هنعمل حاجه اسمها نيو ديفينيشن، سيبسيز نيو ديفينيشن. احنا هنعمل ديفينيشن جديد للسيبسيز وهنشيل حاجتين مش موافقين عليهم. النيو ديفينيشن ده اتعمل ب 19 اكسبرت تاسك فورس، اتعمل في 2016 وسموه سيبسيس 3. اتعمل عن طريق سوسايتي اوف كريتيكال كير ميديسن اس سي سي ام والاوروبيان سوسايتي اوف انتنسيف كير اي اس اي سي ام، والهدف منه ان هو يشخص دايجنوز بتاع سيبسيز وسيبتك شوك. وشال مين؟ وشال السيرس وشال السيفير سيبسيس. حلو. وقال لك اهو 91 كان في كونفرنس، 2001 كان في كونفرنس، 2016 احنا عدلنا الكلام. عدل ايه بقى؟ اهو قال لك انا هشيل السيرس وهشيل السيفير سيبسيس وهدخل معايا حاجه اسمها كيو سوفا. كيو يعني كويك، سوفا يعني سيبسيس ريليتد اورجان فيلير اسسمنت. بعض الناس بيقولوا سيبسيز ريليتد اورجان فيلير اسسمنت، وبعض الناس بيقولوا سيكوينشال اورجان فيلير اسسمنت، لكن هي سيبسيز. خلاص سيبسيز ريليتد اورجان فيلير اسسمنت. يبقى هو عايز يحط مين مكان مين؟ عايز يحط الكيو سوفا از سكريننج تول مكان مين؟ مكان السيرس اللي كانت بتقول اتنين من الاربعه. خلاص الكيو سوفا ديت قالت لك احنا هنتكلم على حاجه اسمها هات، اللي هو الهاي بوتنشن والالتر دمنتال ستيتس والتاكيبني.
الهايبوتنشن اقل من 100 والالتر ديمنتال ستيتس جلاسكو كوما سكيل اقل من 13 والتاكيبنيا ريسبات ريت اكتر من 22 وجود 2 من الثلاثه يدياجنوز سيبسس. لحد دلوقتي كده الكلام كويس؟ يبقى دي اسمها ايه؟ كيو سوفا. لو لقيت 2 من الثلاثه موجودين تخش على الست، تخش على الست اللي هي تبقى ايه؟ السوفا. سوفا يعني كنبه على فكره، صح؟ كويس عشان الناس اللي بتجهز يعني. السوفا كرايتيريا ديت اللي هي ايه؟ الثلاث حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم. طيب خد بالك بقى، قال لك الكلام ده ما يمشيش معانا. هيطلعوا يعني هيطلعوا عين النار. ادلت بيشنت وزاوت انكلودنج، انت ما جبتليش سيره النيو بورن والبيدياتريك، انت بتتكلم على الادلت بس. ماشي. انت بتتكلم على البلاد المتقدمه يونايتد ستيتس ويوروب وما جبتليش سيره الايكونوميكالي بور، ايكونوميكالي بور كانتريز اللي هو احنا. التاسك فورس ده اتعمل من غير ما يبقى فيه حد مننا، وهقول لك مننا ديت قصدهم بيها مين. يبقى هنا معترضين على مين؟ على الكيو سوفا. كويس. فبدأوا يبوظوا في الكنبة شوية، صح؟ كويس. ولسه قال لك في خلال 25 سنة كان في فور كلينيكال ستيجز، كان في سورس اوف انفكشن يعمل سيبسيز، وبعدين السيبسيز مع السيرس يبقى سيفير سيبسيز، وبعدين من السيفير سيبسيز يبقى سيبتك شوك. كانوا كم مرحلة دول؟ الحق اشخص فيهم واخد راحتي، لكن التاني ابن الذين ده جاي يقول لي سيبسيز وسيبتك شوك، ينفع؟ يبقى هو اختزل الاربع مراحل الى مرحلتين. عارفين انتوا النقطه اللي هو الواد اللي سافر وساب الكلب عيان وكان كويس، وبعدين صاحبه قال له اتصل بيه قال له الكلب مات، بعدين قال له يعني انت جبتها لي مفاجاه كده، انت يعني خضتني كنت تمهد لي، يقول لي الكلب نزل يلعب، الكلب خبطته عربيه، الكلب دخل المستشفى، الكلب مات. قال له صح عندك حق. بعدها باسبوع قال له ابوك نزل يلعب في الشارع. عايز اقول ايه يعني؟ عايز اقول ان لما كانت فور ستيجز كانت بتدي فرصه. والله العيان فيه سيرس، ده فيه سورس اوف انفكشن، ده انا هشخص سيبسيز، طب استنى ده انا خايف لا تقلب تبقى سيفير سيبسيز، ده تبقى سيبتك شوك. فكانت مديه متسعه من الله. دلوقتي ما بقاش فيه. يبقى هنا بيقول لك تو ماتش ريلاينس اون كيو سوف. حلو؟ لاك اوف اندورسمنت، في ناس كتير مش معترفين بيها. ده الامريكان كوليدج اوف تشست فيزيشن، الاي سي سي بي، اللاتين امريكانز، الكوليدج اوف امرجنسي فيزيشن، كل دول مش معترفين بيها. راحوا مفرتكين لهم الايه؟ الكنب. كويس قوي. وشوف بقى يعني عشان تعرف سواد القلوب بره. There isn't much consensus on this consensus definition اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه بتاع الكيو سوفا واللايف ثريتنينج اورجان ديسفانكشن. كل دول مش معترفين بيها. تشيست امريكان كوليدج اوف تشيست فيزيشن بتاعتنا ايه، وسوسايتي اوف كريتيكال كير ميديسين، دي اللي واقفه لهم زي اللقمه في الزور. دول اللي عملوا من وراها امر دبر بليل. لدرجة ايه؟ شوف بص، new sepsis criteria a change we should not make. التغيير ده ما يمشيش علينا، مش تبعنا. يعني عاملين زي البلطجية بالظبط، دي حقيقة. اهو new sepsis criteria a change we should not make. الكلام ده في 2000 وكام؟ بعد ما جاء الجامعة على طول نزلت جورنال اوف امريكان مش اسوشيشن. حلو كده؟ حلو. تقول لي انت دلوقتي كده ضيعت لنا الوقت. لا انا بفهمك الناس فكرت ازاي، لان الاثنين لسه شغالين حتى هذه اللحظه. وبعدين بقى ايه حرب تكسير عظام. قال لك هي كيو سوفا مش وحشه قوي، هي كيو سوفا حلوه بس مش بتشخص، السيرس احلى منها. امال يعني كيو سوفا دي ملعون ابوها؟ قال له لا، دي بتديتكت المورتاليتي عشان ليها علاقه بالاورجان فيلير، صح؟ فطلعت هنا السيرس ان ذا تايم اوف سيبسيس 3 في هذا الوقت. قالوا ايه بقى؟ قال لك ان هي كونسايز ديفينيشن اوف سيبسيس از ويلكم. حلو، انا موافق ان انت تقول لي لايف ثريتنينج اورجان ديسفانكشن كوزد باي ديس ريجوليتد هوست ريسبونس تو انفيكشن، على عيني وعلى راس الكلام ده، لكن تكهن لي السيرس؟ لا انا اسف، استنى اهو كيو سوفا والسيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم. عايز يقول ايه؟ اول حاجه هو بيقول لك السيرس هو سيجنيفيكانتلي سوبيريور تو كيو سوفا فور سيبسيس دايجنوزيس. أربعة هتختار منهم اثنين. كويس. وبعدين
Why is QSOVA better than SIRS in predicting hospital mortality? خلاص الكلام ده مهم ليكوا تبقوا عارفينه لان دي خبره سنين. اي نعم فيها سواد القلوب بس خبره سنين. خلاص كويس قوي. طيب يبقى اللايف ثريتنينج اورجان ديسفانكشن كوزد باي ديس ريجوليتد هوست ريسبونس تو انفيكشن والمورتاليتي فيها بتبقى 10% لو كانت سيبسيز واب تو 40% لو كانت سيبتك شوك وشالوا منها السيفير سيبسيز وشالوا منها السيرس. ده الجاما اللي هي الجورنال اوف امريكان ميديسن اسوسيشن الجام 2016 وقال لك ان كيو سوفا هي اولتر دمنتال ستيتس والبلاد بريشر اقل من 600 والريسبيراتوري ريت اكتر من 22 والاولتر دمنتال ستيتس اللي هي الجلاسكو كوما سكيل اقل من 13. طب السيبتك شوك بقى الديفينيشن بتاعها ايه؟ ده مهم جدا هذا الكلام. 65-2 تبقى حافظ لي الرقمين دول. Subset of sepsis, profound circulatory, cellular, or metabolic abnormalities are associated with greater risk of mortality than sepsis alone. احنا قلنا من 10% هتزيد الى 40%. كويس قوي. Persistent hypotension requiring vasopressor to maintain the mean arterial pressure فوق ال 65 مليمتر مركري. والبلاد لاكتيت اللي احنا قلنا بيزيد ليه عشان الانوكسيا اللي حصلت اكتر من 2 مليمور بير ليتر ديسبايت اديكويت فوليوم ريسستيشن. يبقى هنا مهم جدا ان انت بتحط فوليوم ريسستيشن والبلاد لاكتيت ستيل هاي او بتحط فازو بريسور والبلاد بريشر ستيل لو. عشان كده بيسموها ايه؟ سيبتك شوك. في رقمين مش عارف اصلحهم. ال 65 على الرغم من الفازو بريسور والاثنين على الرغم من الفوليوم سبلاي. مفهوم هذا الكلام؟ طيب اذا نرجع بقى للجامه. الجامه بتقول ايه؟ انا عندي كيو سوفا. كيو سوفا يعني ايه؟ كويك سيبسيز ريليتد اورجان فيلير اسسمنت. اثنين من الثلاثه اللي هو الالتر دمنتال ستيتس او الهايبوتنشن او التاكي كارديا اللي احنا قلنا عليها هات والمورتاليتي فيها بتبقى 10%. ولو قلنا هيبقى فيها بيرزيستنت هايبوتنشن الضغط مش راضي يعلى على الرغم من الفازوبريسور واللاكتيت اقل من 2 ملي على الرغم من الفوليوم يبقى انت دخلت في مين؟ في مورتاليتي. وهنا ده كده بيقول له ايه؟ Now I know why they call it ICU. هي المعلومة دي انا مش حاططها عشان الضحك، انا حاططها عشان ستر المريض. عشان في بعض النواب بيشتغلوا وبعض المدرسين المساعدين بيشتغلوا بدون اي وازع ديني. تبقى واحده ست عندها 30-40 سنه ومحطوط جنبيها راجل لابسه جاون وهو لابس جاون، ده لا يليق. خلاص ستر العوره مطلوب في جميع الاديان. يبقى انا دلوقتي قلت انا هجيب الثلاثه الاولانيين اللي هو الايه؟ الكيو سوفا اللي هي الهايبوتنشن والالتر دمنتال ستيتس والتاكيبنيا، ودول يشدوا وراهم مين؟ البي بي سي اللي هي البليتلت والبيليروبين والكريات، ويبقى دول الست حاجات بتوع مين؟ السوفا. يبقى اللي هيشخص ويجيب اثنين من الثلاثه يخش على السته. هات البي بي سي وديت الكيو سوفا، وزي ما اتفقنا ان لو انت شخصت باثنين من الثلاثه يبقى انت في عندك سيبسيز، ولو انت رحت للسته دول يبقى السيبسيز بقت كونفيرمد. وهنا بيوريك ادي السته ايتمز. لو احنا قلنا الهايبوتنشن اللي هو الهات، ادي الكارديو فاسكولار والضغط اقل من 70 و70 ومش عارف ايه، هيحط ايه ويزيد ويقل مش مهم. ادي الهايبوتنشن والايه اولتر دمنتال ستيتس. فين الليفر؟ اهو ادي السنترال نيرفس سيستم اهو. جلاسكو كوما سكيل 15 و14 و12 و9 و6 وبيديها جريدز وهكذا يعني. والتاكيبنيا هيحط مكانها الاكسجينيشن يقيس البي اي او2 على الاف اي او2، وبعد كده البي بي سي البليتلت هتلاقي البيليروبين البليتلتس هتلاقي فيه عندك ايه؟ اول واحده اهيت الكواجيليشن هتلاقي البليتلتس اقل من 150,000 وبعدين 100,000 وبعدين 50,000 وبعدين 20,000. والبيليروبين زي ما اتفقنا هيبتدي يزيد اهو الكريات والبيليروبين. ويبقى انت في عندك الست ايتمز وبديهم درجات. انا مش مهم عندي، انا مهم عندي بس تعرف لي ان انت لو لقيت اثنين من الثلاثه تخش على السته عشان تقدر تشخص ان اللي عندك عنده سيبتك شوك وليس سيبسيز الون. ورحت طالع لي بالجدول الجميل دوت اهو، قال لي اثنين من الثلاثة من الكيو سوفا هيشخص سيبسيس، ولو لقينا الباقيين موجودين
في وجود الضغط اللي مش راضي يعلى عن 65 والسيرم لاكتيت اللي مش راضي تزيد عن 2 اللي هي اكتر من 2 ملي مول بير ليتر، يبقى دي اسمها سيبتك شوك. عارف الكلام ده من مين؟ من الكيو سوفا ومن السوفا. لحد دلوقتي كده الكلام كويس؟ الكلام ده بقى القديم، كل الكلام اللي احنا بنحكيه ده القديم. بس قبل ما نروح للجديد لازم اعرفك ان الموضوع ده خطير، او بمعنى صح جد خطير. السيبسيز يا جماعه بقول 90% من البابليك ان اوير اوف سيبسيز، وهنحكي الكلام ده مع بعض، مش عارفين يعني ايه سيبسيز. بورلي اندرستود اوتسايد اوف ميديكال كوميونتي لونج تيرم سيكولي نيبولاس ديفينيشن. شوف النيبولايزر لما بيشتغل يطلع شويه دخان كده، اهو ده اسمه نيبولاس ديفينيشن. كويس. How do we recognize the patient؟ بنعرف ازاي العيان عنده سيبسيز ولا لا؟ هسألكوا سؤال، تفتكروا مين في دول عنده سيبسيز؟ ده ولا ده ولا ده؟ كلهم. You have to suspect sepsis. Suspect sepsis saves life. خلاص؟ كويس. تقول لي طيب ما ينفعش اعمل له مثلا بروكالسيتونين او سي ار بي؟ قال لك لا، البايو ماركرز ار مور يوسفول تو رول اوت، ينفي زان تو رول ان انفكشن. يبقى هم هيقول لك ما عندوش، لكن مش هيقول لك عنده. خلاص؟ هيقول لك ان السيبسيز لايكلي، لكن مش هيقدر يقول لك ان السيبسيز ان لايكلي. ولا هيقول لك السيبسيز ان لايكلي؟ هيقول لك ان السيبسيز ان لايكلي، لكن مش هيقدر يثبت لك ان السيبسيز لايكلي. خلاص كده؟ يبقى اذا الماركرز مش هتبقى مفيده قوي، لكن اللي هيبقى مفيد هو مين؟ الكلينيكال اللي احنا اتفقنا عليه، السيرس او الكيوسوف، سواء دي سواء دي. وقلنا السيرس تعتبر اعلى، وهنقول الكلام دوت دلوقتي عشان نحط النقط فوق الحروف. طيب عايز تقول لي ايه بقى؟ يعني انت كده اتكلمت كتير واديت انترودكشن عاليه. عايز اقول ان التايم استيشو فيسيولوجيك ريسبونس تو سيبسيز، كل ما تتاخر على العيان كل ما الدنيا هتبقى مش كويسه، كل ما كان في رابيد تريتمنت كل ما كان البروجنوسيس احسن. ستارت بيفور ارايفل، يا خبر ابيض، قبل ما العيان يوصل المستشفى تكون ابتديت انت علاج في عربيه الاسعاف. للدرجه دي يعني؟ اه للدرجه. بصوا بقى يا جماعه، قال لك السرفايفل سيبسس كامبين، وهنحكي الكلام ده دلوقتي، ايرلي ريكوجنيشن وتستارت امبيريك انتي بايوتيك، وتبتدي تسحب الكالتشر قبل ما تستارت الانتيبيوتيك، وتعمل حاجه اسمها جول دايركتد ريسسيتيشن بالفلويد. الكلام ده قديم في 2013. الكلام ده قديم في 2013، لكن لا يزال مفهومه سليم. انا هدي لك الخلاصه في الاخر برضه، ما تقلقش يعني، بس لازم اشركك معايا في الاحداث. يبقى هنا بقول لك كيب كالم اند دو ذا سيبسيس 6. ايه السيبسيس 6 دول؟ اللي هو تسحب 3 وتدي 3، تسحب السيرم لاكتيت، وتسحب الكالتشر، وتسحب اليورين. خلاص؟ عشان نعرف هو جايب قد ايه، عشان انا هحط فلويدز، وتدي 3، يبقى تدي الفلويد وهتدي الانتيبيوتيك وهتوصل عن على اوكسجين. حلو دول؟ يبقى ده الخلاصه اهي. يبقى انت هنا دي اسمها ايه؟ اور 1 باندل. كان زمان يقول لك الشغل على مدار 6 ساعات، وبعدين قالوا لا على مدار 3 ساعات، وبعدين قالوا لا ده في اول ساعه. اول ساعه هتعمل ايه؟ ميجر اللاكتيت ليفل، وبتين بلاد كالتشر، وكمان من عندنا زود ايه؟ يورين. حلو. وهتستارت مين؟ برود سبيكترم انتيبيوتيك، وكمان ايه؟ فلويد. الفلويد 30 3، 30 مليليتر كريستالويد على مدار اول 3 ساعات، ولازم الرقم ده يكون محفوظ ولا جدال فيه، وهنتكلم عن ايه كريستالويد دلوقتي وهنحكي مع بعض. وكمان هتابلاي فازو بريسور عشان نصلح الايه؟ الهايبو تنشن، والضغط بتاعنا يبقى فوق ال 65 مليمتر مركري. يبقى كيب كالم اند دو سيبسيز 6. تسحب كالتشر، تسحب يورين، تسحب سيرم لاكتيت، وتبتدي برود سبيكترم انتي بايوتيك، وتبتدي فلويد واكسجين. كويس. يبقى دول السيبسيس 6 اهو اللي احنا اتفقنا عليهم، واللي عايز يحفظهم اهم سهلين جدا، بلاد كالتشر واللاكتيت واليورين اوت بوت، وتحط الاوكسجين واللاي في فلويد والانتي بايوتيك. طبعا الفلويدز هتشمل الفازو بريسور معانا، والايه؟ والكريستالويد اللي احنا اتفقنا عليها 30 ملي بير كي جي على مدار 3 ساعات. طيب خد بالك بقى، من 2012 ل 2016 كانوا عمالين بيقولوا مين اللي اخطر ومين اللي اهم، ادي محاليل ولا ادي انتيبيوتيك؟
فطلعوا بحاجه اسمها ايرلي جول دايركتد ثيرابي اي جي دي تي، وفضلوا بقى عملوا عليها 3 ميجا ستاديز ايرلي جول دايركتد ثيرابي دي، اهو هوريها لك دلوقتي. فايندينج ذا رايت تريتمنت فور ذا رايت بيشنت، ريكوجنايز، ريسوسيتيت، ريفير. ايرلي جول دايركتد ثيرابي في السيفير سيبسيز والسيبتيك شوك عايز يقول ايه؟ عايز يقول في عندي حاجه اسمها بروسيس وبروميس وارايز، دول 3 ميجا ترايلز اتعملوا وورلد وايد، 31 اكاديميك سنتر في اليونايتد ستيتس، دي اسمها كان بروسيس ترايل، وديت اوستراليان 51 هوسبيتال سنتر في 5 كانتريز، وديت في انجلترا 56 سايت يونايتد كينجدم. دول 3 اماكن اتعمل فيهم الاستاديز ديت على مدار سنتين او 3 سنين، عشان يقولوا مين المحاليل اهم ولا الانتيبيوتيك اللي اهم. طلعت النتيجه مخيبه للامال، قال لك الايرلي جول دايركتد ثيرابي ان كومباريزون تو يوجوال كير ما فرقتش. ما فرقتش ازاي يا عم؟ اهو قال لك الايرلي جول دايركتد ريسستيشن اوف بيشنت والسيبتيك شوك كارنت ايفيدنس. بيقول ايه؟ بيقول الايرلي جول دايركتد ثيرابي ديدنت سيجنيفيكانتلي ديكريز المورتاليتي. امال ايه اللي فرق يا معلم؟ قال لك وير از ايرلي ادمنستريشن اوف انتيبيوتيك ابييرد تو انكريز سيرفايفل. ماشي الكلام؟ كويس. طب الانتيبيوتكس دي كتيره، هنختار مين وندي ايه؟ معلومات كده سريعه اهوت، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، لما يجي لك عيان في الاي سي يو انيشال انتيبيوتيك ثيرابي، الثلاث حاجات دول الفانكومايسين مهم. تقول لي ليه ده جاي من الشارع؟ اقول لك من الشارع، من الغيط، من البيت، ميزوسيلين ريزيستنت ستاف اوريس موجوده، يبقى لازم تضغط فانكومايسين 1.5 جرام وتادجست اكوردنج للايه؟ للكدني. بيبراسيلين تازوباكتام ياخد الابر هاند 4.5 جرام كل 8 ساعات، كل 6 ساعات، والليفو فلوكساسين 750 كل 24 ساعه. ده كده يعني اكزامبل لعيان هيجي لك من بره، وفي نفس الوقت لازم تاخد بالك من اللوكال انتي بايوجرام تو جايد الثيرابي. خلاص تقول لي يعني ده قاعده؟ مش قاعده، لكن انا بقول لك اكزامبل لعيان عنده نيمونيا تبتدي معاه بايه. ماشي، تغطي المرسى وتغطي الجرام نيجاتيف، وتغطي السودومونس بتو انتي سودومونال، واحد بيتا لاكتام واحد نون بيتا لاكتام، يا اما فلوروكينولون يا اما امينو جلايكوزايد، وبلاش تروح لاثنين امينو جلايكوزايد عشان ما يدخلش العيان في نيفروتوكسيستي، خصوصا ان الكدني بتبقى بتعاني بسبب الاوليجوري او الهايبوبرفيوجن يعني. طيب حته كده تشيست في الوسط اهو، هنا بيقول لك ايه الامبيريكال تريتمنت بتاع الهاب والفاب، تقول لي في سيبتيك شوك ولا ما فيش؟ اقول لك في سيبتيك شوك، يبقى لازم تغطي بالسودومونس وتغطي الميرس. مفيش سيبتيك شوك يبقى ممكن تدي هنا سنجل جرام نيجاتيف، هنا هتحط كومباينيشن جرام نيجاتيف انتي سودومونال، لكن هنا هتحط الميرسا ومعاها واحد بس جرام نيجاتيف انتي بكتيريا. سهله سهله، خلاصه القول هتدي تريبل ثيرابي، هتغطي الميرسا وهتغطي السودومونس بتو انتي سودومونال، واحد بيتا لاكتام واحد نون بيتا لاكتام. حلو، وادي هنا الانتي سودومونال بيتا لاكتام، وادي هنا الانتي سودومونال نون بيتا لاكتام زي الجنتامايسين والتوبرامايسين اللي هم الامينو جلايكوزايد، والانتي اس بي ال اللي هو الكاربيبينم جروب والبيبراسيلين تازوباكتام والسيفتازيديم افيباكتام، دي بعض الادويه الجديده، مش مشكلتي دلوقتي خالص. لكن المهم عندي ان مين اللي اهم، الفلويدز ولا الانتي بايوتكس؟ الانتي بايوتكس والفلويد برضه، بس هو رجع خطوه، يعني الفلويدز مش هي المهمه قوي 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 بنفس قيمه الانتي بايوتكس. هنا بقى معلومه ليكم تبقوا عارفينها يا جماعه كويس قوي، ان هنا بيتكلم على البيتا لاكتام تتاخد كونتينوس انفيوجن ولا انترميتنت، بالذات في العين اللي عندهم سيفير سيبسيز. قال لك كومبيرد مع الانترميتنت دوزنج، الادمنستريشن بتاع البيتا لاكتام باي كونتينوس انفيوجن كان ليه بروبابيلتي اوف سرفايفل اعلى. يبقى هنا القاعده بتقول كل البيتا لاكتام تتاخد انفيوجن ما تتاخدش شوتس. خلاص يا ساره؟ كويس. Continuous infusion is associated with decreased mortality لان ده بيحافظ على الاورجان فيلير. طيب شوف بقى الانتيبيوتيك بقى هيفضل بقى يمجد فيها ان انت لازم تديها بدري، rapid antibiotic administration and zone inferiority of usual care. ماشي، عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول اهو improvement in usual care for sepsis have negated the survival advantages that early goal directed therapy once provided but this should not be missed
can start as early gold is in effectiveness. عايز يقول للانتيبيوتيك اللي اهم من الايرلي جولد دايركتد ثيرابي. اوكي ماشي. Now cornerstone of our usual care of sepsis. يبقى هنا بقى ما فيش حاجة اسمها لما اتصل بالاستشاري، لما اخد رأي الأستاذ، لما احط مش عارف ايه. أهم حاجة تسحب وتستارت، وما تستارش من دماغك، تستارت according to the guidelines اللي احنا حكيناها. بص كده بيقول ايه؟ Pre-hospital antibiotic for sepsis. An open but not shut case. In sepsis, is sepsis an emergency? دلوقتي عايزين يضيفوها يقولوا دي ميديكال ايمرجنسي. خلاص سيبسيس از ان ايمرجنسي ذات تريتمنت شود بيجن ايميديتلي. يبقى لازم ابتدي العلاج از ايرلي از بوسيبل از رابيد از بوسيبل. طيب نيجي بقى للهات. قلنا هاي بوتنشال اولتر دمنتال ستاتس تكبني. لا في هات ثانيه اللي هي الهيدروكورتيزون اسكوربيك اسيد سيامين. رجعوا فيها دي قالوا ايه؟ كانوا بيقولوا ان العيانين اللي هم عندهم سيبتك شوك بيستفادوا قوي لما تديهم فيتامين سي بكميات كتيره مع الاسترويد والصيامين. تقول لي ليه؟ اقول لك لان النيوتروفيل كانت لما بتيجي كانت بتطلع روس رياكتيف اوكسجين سبيشيز وتعمل كولاترال دامج. فقال لك ما ندي حاجه انتي اوكسيدنت زي فيتامين سي. فيتامين سي عشان يخش الخليه كان بيحتاج ترانسبورتر، ده كان الهيدروكورتيزون اللي بيعمله. لما الهيدروكورتيزون كان يدخل فيتامين سي كان يشتغل كانتي اوكسيدنت، لكن الناتج كان بيبقى كالسيوم اوكساليت. الكالسيوم اوكساليت ممكن يعمل رينال ستون، فكانوا بيحطوا الصيامين عشان يمنعه. كل الكلام ده قال لك خلاص بقى واخد ويك ريكومنديشن ما عدا الهيدروكورتيزون في السيبتك شوك. يبقى ده مش هنحط عليه بال قوي. والكلام زي ما انتم شايفين كده كان في 2000 وكام و17 هيدروكورتيزون فيتامين سي اند صيامين فور ذا تريتمنت اوف سيفير سيبسيس اند سيبتك شوك. اهو زي ما انتم شايفين كده برضو كان بيتكلم على ان هو بيمنع البروجريسيف اورجان ديسفانكشن، لكن الكلام دوت رجعوا فيه وهنحكيه مع بعض. ناخد بالنا بقى من اخر حاجه قبل ما اقول لكم الجايد لاينز الجديده. انتوا تعبتوا ولا ايه؟ طيب في السيبسيس ده مهم جدا هذا الكلام. لو كان في عندك اند اورجان ديسفانكشن ويتش از، تعمل ايه في الدواء؟ تنقص الدوز ولا تنكريز الدوز؟ بيقول لك ديكريز الدوز. اشمعنى؟ لان الهاف لايف هتبقى انكريز والكليرنس هيبقى ديكريز، يبقى السيرم كونسنتريشن عالي، يبقى يو هاف تو ريديوس الدوز. على عكس لو كان الكاردياك اندكس هو اللي عالي والكليرنس عالي والديستريبيوشن بتاع الفوليوم عالي، يبقى الكونسنتريشن بتاع الدواء في الدم هيبقى قليل، يبقى يو هاف تو انكريز ذا دوز. الاستاد ده بمليون جنيه. يبقى ده سؤال في السيبسيز، الدواء بتديه بنفس الكونسنتريشن ولا باقل ولا بازيد؟ تقول لي لو كان في عندي اند اورجان هايبو بيرفيوجن يبقى المفروض ان انا انقص الدوز. طب ولو كان في عندي الكاردياك كونتراكتيليتي حلوه والدنيا تمام والفوليوم ديستريبيوشن عالي يبقى المفروض ان انا اعلي الدوز عشان الميتابوليزم بتاع الدواء هيبقى اعلى. كويس قوي. فعلا في الهارت سليم. الهارت سليم وبيضخ كل اللي بيجي له. يبقى الميتابوليزم بتاع الدراج هيزيد. ليس بالضروره لكن ان وجد خلاص. نيجي بقى للعنوان للمحاضره بتاعتنا النهارده. ده الكلام ده كله جديد بقى يا جماعه اللي هو ايه؟ طبعا بقى بتوع اللي هم الانتنسيف كير فضلوا سايبين الجامه مرقدين لها يردوا عليها من تحت لتحت كده. كيو سوفا دي بنت لذينه، السيرس هو اللي لسه شغال لحد ما وصلوا لحد فين؟ 2021 وراحوا نازلين بقى بالايه؟ بالجايد لاينز بتاعته. اهو السكريننج، حد يقدر يقول فيه؟ مين السكريننج الاحلى؟ السيرس ولا السوفا؟ السيرس. طيب تعالى بقى ناخدهم بالترتيب كده. هيكلمني اول حاجه الكيو سوفا 3 بوينت سكيل اللي احنا اتفقنا عليهم، الهايبوتنشن والتر دمنتال ستاتس والريسباتوري ريت او التكبني فور بريدكتنج المورتاليتي امونج بيشنت سسبكتد انفكشن. يعني هي تبريدكت المورتاليتي ولا هتشخص؟ تبريدكت المورتاليتي. يبقى دي اول تغيير اهو. وراح عامل لك ستاديز بقى، يعني عاملين ابحاث. قال لك هي كانت حلوه ان فيفر اوف سوفا عشان تبريدكت مين؟ المورتاليتي. وهنا ديت كانت ان فيفر اوف سيرس عشان سسبكت مين؟
حلو جدا. يبقى كده احنا حطينا نقط فوق حروف. لو انا جيت قلت لك من البدايه كده ما كنتش انت عارف يعني ايه سيرس ويعني ايه سوفا ويعني ايه كيو سوفا، فلازم تبقى اوير معايا بالقصه. حلو، لازم اعيشك في الاحداث ولازم تحس بمتعه الطب. اهو تاني حاجه بقى قال لك هشوف اي جي دي تي، تعرفها منين دي؟ ايرلي جول دايركت ثيرابي. عايز يقول ايه؟ ايرليير السيبسس كامبين جايد لاينز في 2004 و2008 و2012 بتريكومند الايرلي جول دايركت ثيرابي، صح؟ التغيير ايه؟ بيزد اون بروميس وبروسيس وارايز. طبعا انتوا كنتوش عارفين يعني ايه دول اللي هم اتعملوا في انجلترا واستراليا وامريكا، صح؟ اهو قال لك ايه؟ قال لك ان انت تدي 30 ام ال بير كي جي، ده في 2016 نو ترايل تيستينج فلويد فوليوم، يعني ما اتكلموش على الفلويد فوليوم. هل الكلام ده موافقين عليه؟ قال لك لا. اهو فور ادلت و سيبسيس اور سيبتيك شوك وي سجست جايدنج ريسسيتيشن تو ديكريز سيرم لاكتيت ان بيشنت ويز اليفيتد لاكتيت ليفل اوفر نوت يوزنج سيرم لاكتيت. يعني بيقول لك انت هتعتمد في ان انت عملت بيرفيوجن كويس بالفلويد بناء على سيرم لاكتيت، قدرت تنقصه عن اتنين ولا زي ما هو؟ والناس التانيين قالوا لا هنروح لحاجه اسمها ايه؟ كابيلاري ريفيل تايم. عارفين يعني ايه كابيلاري ريفيل تايم؟ اللي هو يدوس على الكابيلاري لحد ما يحصل فيها بلانشنج لمده 3 ثواني، المفروض هترجع على طول، لو ما رجعتش حلو قوي. يبقى دول الاثنين اللي انا هقدر استيميت بيهم الاماونت بتاع الفلويد. ايرلي جول دايركتد اند لاكتيت جايدد ثيرابي ان ادلت بيشنت وذ سيفير سيبسيس اند سيبتيك شوك. سهل الكلام لحد دلوقتي كده؟ كويس. احنا بنحط نقط فوق حروف، والكلام الاخير ده هو اللي احنا هنتحاسب عليه. انتي مايكروبيال تايمينج انتي مايكروبيال ستوبينج سيبسيز ووقف فيها انتي بايوتيك. ايوه تعال بص بقى، سيبسيز is definitive or probable والسيبسيز is possible. يبقى هنا ده التشخيص بنسبة 90 أو 95%. تسأل نفسك الشوك present ولا absent؟ سواء present سواء absent هتحط الانتي مايكروبيال immediately within one hour، وبعد كده تبتدي تشوف بقى هل الشوك present هتحط الانتي مايكروبيال immediately في خلال ساعة ولا الشوك is absent، فانت هتبتدي تشك في الدياجنوزس، مفيش شوك، فهتبتدي تعمل rapid assessment of infectious versus non-infectious causes of acute illness. ممكن تكون حاجة تانية هي اللي مسؤولة عن هذا الكلام. حلو، يبقى هنا هتقول هتمنستر الانتي مايكروبيال within 3 hours، يبقى هنا ممكن تتأخر، بدل ما تحطها في أول ساعة تحطها في خلال 3 ساعات. للدرجة دي الدنيا فرقة؟ ايه اللي فرق؟ الشوك present ولا الشوك absent؟ الدياجنوز بتاعك كان ديفينيتيف ولا كان بوسيبل؟ خلاص، يبقى لو كان متاكد يبقى في اول ساعه، لو كنت شاكك واللي هيزود الشك ان الشوك از ابسنت يبقى في 3 ساعات، وممكن توقف لو بقيت شور ان مفيش انفكشن. وده السلايد اللي بعد كده. تايم تو انتي بايوتيك ماتر بارتيكولر فور سيكر بيشنت دياجنوستيك انسرتينيتي از كومن ان براكتس. انا مش متاكد، يمكن تبقى المرض امبوليزم، يمكن قلب بانفاركشن، معاه انفكشن ولا معهوش، طب ادي ولا ما اديش. ستوبنج انتي مايكروبيال ده مهم يا جماعه فور ادلت وذ سسبكتد سيبسيس اور سيبتيك شوك بات ان كونفيرمد انفكشن. ان كونفيرمد انفكشن وي ريكومند كونتينوسلي ري ايفالويتنج، كل شويه تبص على العيان، اند سيرشنج فور الترناتيف دايجنوزيس and discontinue empirical antibiotic if an alternative cause strongly suspected. يبقى انا متاح لي ان انا اوقف الانتيبيوتيك لو انا الشك بتاعي بدا يزيد. كويس خالص. الفلويد تايب احنا قلنا ايه؟ سالاين ولا كريستالويد؟ عارفين ايه الفرق بين البالانسد سالاين والسالاين؟ مهم قوي الكلام دوت يا جماعه. اهو البالانسد كريستالويد سوليوشن زي اللاكتيت رينجر ده بيبقى فيه الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد كلوزر تو ذا اكسترا سيلولار فلويد، لما يتاخد يجيب نتائج احسن من النورمال سلاين. يبقى السيبسيس والسيبتيك شوك وي سجست يوزنج بالانسد كريستالويد انستيد اوف نورمال سلاين. هتدي قد ايه؟ 30 مللي بير كي جي في اول 3 ساعات 30 3. هتدي ايه؟ بالانسد سلاين ولا سلاين؟ يعني ايه بالانسد سلاين؟ يعني لاكتيت رينجر اللي هو فيه محتويات الاكسترا سيلولار
في ليوت بتاعنا. انا قربت اخلص خلاص. هنا بقى بيقول لك خلاص الضغط بتاعك اتظبط ولا ما اتظبطش؟ تقول لي ما اتظبطش، يبقى هنا هقول هحط النور ابنفرين اس فيرست لاين فازو بريسور، وديت يعني واخد سترونج ريكومنديشن يا جماعه، العلامتين الخضر دول علامه واحده بس يبقى لو ريكومنديشن او ويك ريكومنديشن، علامتين يعني سترونج فور بيشنت وذ سيبتيك شوك اون فازو بريسور. التارجت بتاعك ان البلاد بريشر يبقى فوق الكام؟ 65. بمين؟ بالنور ابنفرين. طب لو العيان ما تصلحش هتكونسيدر انفيزيف مونيتورنج اوف ارتيريال بلاد بريشر. طيب if central access is not available يبقى هنا بقى مهم جدا. يقول لك ايه، انا هستنى لما اركب سي في بي وبعد كده ابتدي اقيس وبعدين ابتدي اعلق. غلط. قال لك ممكن تدي الفازو بريسور ان بريفرال لاين اهو. consider initiating vaso pressor ايه بريفرالي if mean arterial pressure is inadequate despite low to moderate dose of norepinephrine. اديت النور ابينفرين والدنيا ما تصلحتش، consider initiating vasopressor peripherally. consider adding vasopressin. consider adding vasopressin لو الضغط مش راضي يقلب مين؟ بالنور ابينفرين الون. كويس. consider adding dobutamine or switching to epinephrine بس دوت واخد ويك ريكومنديشن if cardiac dysfunction persistent. عايز اطلع انا بقاعده ايه؟ ان انت هتبتدي بالنور ابينفرين عشان ترفع المين arterial blood pressure فوق ال 65 ومتاح ليك تزود فازو بريسن لو الضغط ما تظبطش، وممكن تدي الكلام ده بريفرر من غير ما تركب سنترال لاين. وادي هنا الكلام هو اللي بيأكده لو كومبلاينس فاسيليتيت ان انت تعمل شوك ريزوليوشن مي افويد السنترال فينس كاستر بليسمنت توجذر. يعني بيقول ايه؟ ستارتنج فازو بريسور بريفرالي تو ريستور مين ارتيريال بريشر راذر ذان ديلينج انيشيشن انتل سنترال فينس اكسس از بريزنت. العلم نور صح؟ العلم نور. هنا بقى بيتكلم بيقول ايه؟ تدي الفلويد بالعبيط ولا تدي ليبرال ريستريكت الفلويد ولا ليبرال فلويد؟ رايكم ايه؟ قال لك يعني هو ماسك العصايه كده من الوسط. بص كده بيقول ايه؟ insufficient evidence to make recommendation on the use of restrictive versus liberal fluid في اول 24 ساعه. خلاص. بس قال لك ايه؟ قال لك البيشنت اللي عندهم سيبسيز وسيبتك شوك هو ستيل هاف ساينز اوف هايبوبرفيوجن اند فوليوم ديبليشن افتر انيشال ريسستيشن. افتح بقى فلويد، ما انت خلاص فات عليك 24 ساعه والنتيجه مش كويس، زود المحاليل يمكن الدنيا مش باينه زي الناس وفي اكسترا فاسكولار ليكج وهو ده اللي عامل لك البرزيستنت هايبوبرفيوجن. لكن ليبرال يعني بحريه، وريستريكت يعني تدي على قد القد اللي احنا قلنا بيركيجي يعني. خلاص كده يا جماعه. طبعا انا مش عايز حد يتوه، هديك ثلاثة سلايدز في العضل في النهايه بس يعني انا بحاول يعني ايه اوصل لك المعلومه. طيب الفينو فينس ايكمو لو العيان ده توصل على فينت وبعد كده عايز تحطه على فينت على حاجه ويتنج لحد اما الدنيا تتصلح، يبقى في عندك الفينو فينس اكسترا ممبرين اوكسجينيشن ده ريكومنديشن بالنسبه لهم ان احنا نعمله، واخد برضو يعني ايه لو كواليتي اوف ايفيدنس لكن يتحط في الحسبان. نيجي بقى لاخر حاجتين كان عليهم ديبيت، احط ستيرويدز ولا ما احطش، واحط فيتامين سي ولا ما احطش. فيتامين سي قلنا رجعوا في كلامه. طب الاستيرويدز في السيبتيك شوك، يبقى لو السيبتيك شوك موجوده هنحط ستيرويدز. واهو قال لك الادلت والسيبتيك شوك اون جوينج ريكويرمنت فور فازو بريسور ولسه محطوطين على فازو بريسور، يبقى احنا بنسجست ان احنا نحط انترافينوس كورتيكو ستيرويدز. على عكس اللي فاتت، على عكس اللي بتاعت 2016 كانوا بيريكومند اجينست. خلاص. وال 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 وال, وال, وال وفيتامين سي برضو على عكس اللي فاتت هم كانوا بيريكومند ويز، احنا بنريكومند اجينست اهو. بالانسد ادجاستد بيقارن اجينست الانترافينوس فيتامين سي. طبعا دي دكتور احمد عبد الحفيظ هيزعل لو سمعها، لكن ماشي الحال. هو برضو انا عايز اقول ايه، ان مش هنقول مجرم اللي هيديها، لكن بنقول ان خلاص دلوقتي الكواليتي اوف ايفيدنس بتقول ما تديش. اي نعم ويك بس تتحط في الحسبان. وهدوا راسا على عقب الهات اللي هي الهيدروكورتيزون اسكوربيك اسيد سيامين اللي احنا حكيناها في اول الكلام. الترم ده بقى يا جماعه جديد اللي هو اسمه ايه؟ لونج تيرم اوت كام. اللي كان عنده سيبسيز وخف وروح، انت هتبلغ المتدرب اللي عندك يعمل ايه؟
نائب البطنة او نائب الجراحة او نائب الاي سي يو او نائب التخدير المفروض تبلغه بايه؟ اهو شوية يعني شوية انشا كده، هتقول له ايه البيشنت اللي كان عنده سيبسيس وسيبتك شوك، هتبلغ العائلة بتاعته offering written and verbal sepsis education، التشخيص بيتم ازاي والعلاج بيتم ازاي والاي سي يو والاي سي يو سندروم والتخاريف اللي بتحصل للعيان، تشرح للعيان الكلام اللي ممكن يجرى له ويجرى لاهله بعد كده طبعا بعد خراب البيوت. ريكوجنيشن انيشال مانجمنت اون جوينج تريتمنت، كل دوت يتم شرحه، تشرح يعني العيان تيجي لاهله تقول له العيان ده عنده كذا وعلاجه كذا والعلاج ده غالي والعلاج ده مكلف لكن ما فيش حاجه تساوي حياه العيان ولازم هنجيب كذا ونعمل كذا ولو فشلنا كذا هنعمل كذا، الكلام ده كايتم او كشابتر اتحط في الجايد لاينز بتاعه 2021 وما كانش موجود في اللي قبليها. وات اي تيل ماي انترن، انترن اللي هو المتدرب، هبلغه بايه؟ كودز بي سيبسيس از سون از بوسيبل، هتدي العلاج انتيبايوتكس، هتعرف هو انفكشس ولا نان انفكشس، هتقيس السيرم لاكتيت، هتدي البولس بتاع الفلويد عشان تصلح الايبو برفيوجن، كلام اللي احنا قلناه، بس المهم ان انت تبلغه للناس وتعرفهم انت شغال ازاي عشان بعد كده لما تيجي تتضرب يبقى الضرب بسيط شويه. هايبوتنسيف افتر انتيبايوتكس 30 مللي بير كي جي، كونسيدر انتيبايوتك ابروبريت كويس ولا مش مظبوط، ترند كلينيكال تراجكتوري اللاكتيت والكابيلاري ريفيل تايم وستوب النور ابينفرين لو كان في عندنا مشاكل منه. هتري كونسيدر الانتيبايوتك ابروبريت ولا لا، احنا قلنا دوت خلاص، وتحط السنترال لاين وتحط الفازوبريسور لو فشلنا بالنور ابينفرين، ويعني هو حكى لك القصه كلها تاني بس انت المفروض هتحكيها لمين؟ للعيان. دي يا جماعه ال الابديتس بتاعه السرفايفنج سيبسيس كامبين 2021. تقول لي احنا تهنا كده دكتور محمد، اقول لك خد بقى الكلام الجميل اهو، هو ده اللي احنا حكيناه من اوله لاخره. الايرلي جول دايركت ثيرابي عملنا عليها اكس، الجول اورينتد ثيرابي عملنا عليها اكس، امال مين اللي عملنا عليه صح؟ الانتيبايوتكس والفلويدز، قلنا كولويد ولا مش ما قلناش كولويد، بس قلنا الكريستالويد تاخد الابر هاند 30 ملي بير كي جي ودول يكونوا في اول 3 ساعات، ونحط فازو بريسور، مين اللي ياخد الابر هاند؟ النور ابينفرين، لو النور ابينفرين يبقى ابينفرين وفازو بريسن. الانترال فيدنج مهم، الانسولين ثيرابي عشان نستريكت الهايبر جلايسيميا، الديب سيديشن ممنوع، موليكولار تارجت الثيرابي لسه اندر انفستيجيشن، لانج بروتكتيف فنتيليشن موافقين عليه، ادي الكلام، تركب يورينري كاستر، كيب كالم اند دو سيبسيس 6. بس لازم البرين ستورمنج ده يبقى موجود عشان تبقى عارف انت بتتعامل ازاي مع العيان بتاعك. ادي اول سلايد كان حلو وعجبني، والتاني برضو ده فيه الجايد لاينز بتاعه الفلويد ريسوسيتيشن اهو، هو هنا بس بيحكم معاك اذا كان في عندك اند اورجان رينال فيلير ولا لا، او رينال ديسفانكشن، اند سيستوليك رينال ديسفانكشن، والتالت الفازوبريسور في الاذر سيبتك شوك. انا هسيب لكم السلايدز يا جماعه ما تقلقوش. وفي النهايه بنقول ما الفخر الا ده سيدنا علي بن ابي طالب بوابه العلم، بيقول ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاءه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لاهل العلم اعداؤه، ففز بعلم تعش حيا به ابدا، الناس موتى واهل العلم احياء. شكرا جزيلا.